السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، أهلا كابيتال دي بومي عاصمة التفاح، أهلا القطاع الصناعة. هنا كما تكلمنا على العناكب الحمراء غادي نتكلموا على العناكب الصفراء، العناكب الصفراء اللي هما حتى هما من واحد النوع ديال الإرتلة الصفراء اللي تأدي الشجر إفلات الإتلاف. لذا لابد الفلاح ياخذ هادشي اللي كان بيكون بعين الإعتبار. بخصوص مجموعة عاصمة التفاح، هذا ارتيلة صفراء اللي هي واحد ارتيلة اللي هي عندها العلاقة بدوك العشرة الضر اللي كيكون تحت الشجرة وما بين خطوط، حيت تما كترعى وكتاكل وكلشي وبالتالي كطلع الشجر. هنا الله يجازيكم بخير، كيخصكم لابد من المحاربة ضد العشرة الضر اللي كيكونوا تحت الشجرة خارج تحت الشجرة، أي بليزانتيغليني، هذوك الأعشاب الضارة تما كتعيش هي، كتدوز واحد المرحلة ما دام الربيع مازال خضر وهي كتعيش تما، ولكن ملي كيدخل فصل الصيف باش كيبس دوك الشي ديال الأعشاب الضارة كيمشي كلشي، واش كدير هي ملي ما كتلقى ما فين تاكل لا في القمص كطلع الشجرة. ملي كطلع الشجرة تما كدير كدرة البالغة بلا ما تحس بلا ما تعيق بلا ما تعرفها. هنا كدير واحد سميتو بحال العش كنسميو على طوال اللي كنسميوها لي زاكاريان سيرون الصفرا، اللي كدير في داك العش تقريبا كتكون فيها واحد تقريبا 160 حتى 200 خشة ديالها، والهدف من داكشي كله هي كتمص داكشي ديال الاصيل اللي كتلعب مع الشجرة، كتقب الورقة وكتمص الماء اللي كيطلع مع الشجرة وكتخليك الورق كله تقب، وتما كيدخل الريح وتما يمكن يوقع الإفلات ديال الضياع بصفة عامة. هنا كنأكد عليكم باش دير واحد البيناج وتحيد كل عشرة الضرة اللي كيكونوا تحت الشجرة، وحتى في ليزانتيرنيد باش ما تخليوهاش فين غادي تكون وفين غادي تدوز للسكي ديالها. واخا هكاك خصو يوم المراقبة تكون واحد المراقبة اللي هي مستمرة جدا على الارتيلة الصفراء اللي هي خطيرة حتى هي، ونفس الأدوية أي زاكاريزيس بيسيد ديالها بحال زاكاريزيس بيسيد ديال زاكاريان روج، ميم أكاريزيس ميم تريتمون، غير ليسونسيال هي عندها واحد السيك ديالها ماشي بحال الخضرا. هنا كيخصكم تبوزيسيون على لو بي اش دو باش كتشوفوا حتى الحموضة ديال الماء أي لو بي اش دو، إذا كان عندك لو بي اش دو طالع بزاف 9 ولا 8 راه يقدر ديكراد على كاسيل سبيسيفيك دون 2 أ 3 مينوت. هنا كيخصك دير واحد ديسيزيون، وراه كاين لي ديسيزيون اللي كيكونوا ديسيزيون اللي هما خارق اي بينيترون اللي كيدخلوا داخل اللي تدخلوا حتى البرودوي داخل النبته او داخل الورقه. اذا كنوصيكم حضروا راسكم من هاد الحشرات الرتيله الحمراء والصفراء اللي هما يؤديو يدوك الضيعه الى الاتلاف، وكتعرفوا لي زاتاك ديال الارتلاء الا كانوا بزاف وكانت لا بارسيل كلها برونزي ولا لي زارف فيتي كلهم برونزي، لا حتى لا كرواسونس ديال الشجر ما كيكون وحتى لا كرواسونس ديال الفري ما كيكونش، وحتى لوبو الحلاوه اللي كتكون في اللي كيكون في الفري كيفقدوا نظر لهاد الحشره الحمراء والصفراء اللي كنأكد عليكم راه كاين دي زاكاريزي سبيسيفيك ديالهم، ولكن كاين اون ميثود دو كونتاج ديال لي فوي باش كتقلب لو سو دانتيرفونسيون دو توليرونس باش كتشوف لو سو دانتيرفونسيون واش وصلتي ولا ما وصلتيش، راه ماشي غير تمشي للمنتج تقول اعطيني الدواء درتي لا نقول لك الدواء درتي لا لا ماشي هكاك، راه كيخصك تشوف شنو عندك، خصك تشخيص الطيعة لا بريزونس اللي عندك ديال الارتيلا، واش لي زو واش لي لار واش لي زادويت ولا واش لي لار لي زادويت ولا لي زو ولا لي زو لي لار les adultes. هنا كتبوزيسيوني لو برودوي سبيسيفيك ديالهم اللي هو اكاريسي سبيسيفيك. راه الا ما درتيش هذه الطريقه وما عرفتيش كيفاش تخدم وما عرفتيش كيفاش تحسب وما عرفتيش كيفاش تشوف، راه يمكن لك داوي تعاود داوي وما تخرجش النتيجه. ونزيد لكم ثانيا الله يجازيكم بخير، تبقى تبدو العائله لك مش كاين تمي اي اكاريسي سبيسيفيك ولا نزاتيك تسيب ولا يفوتك في المكان، وتبدلوا الماده الفعاله
باش يمكن الكور باش تكون لا ريزيستونس هنا هكا كانوا السيكول راه ماشي غير نمشي للموضوع اعطيني الدواء درتي لها هاك وهاك راه انت اللي كطيع راسك راه انت اللي كطيع راسك راه الا ما كيخش واحد ويعرف كيفاش يقلب وكيفاش يشخص راه شي نتيجه ما غاديش تكون ايوا حنا غادي نتكلموا على بعض الفترات كل يوم لنا مستقبلا لذا احييكم من مدينه ازرو معكم هرمون الحق تقني سابق مصلحه حمايه النباتات قصه ازرو السلام عليكم ورحمه الله الساعه تشير الى السادسة مساء إلى اللقاء.